مطولين. عمي مطول. صبر يا ولدي الله يهديك. صبر لين ما نموت. اخلص علينا يا شايب. صبر الله يهديك الصبر. عمره ألف وجاي تقضى. في شيء اسمه توصيل طلبات تعرفه عمي ولا؟ بالجوال. ما أعرفه. ولا ساكن ببيت طين. لو سمحت خليك مهدب معي. مهدبين قبل لا أشوف وجهك. يا عمي اخلص. لو سمحت بعيد بتكلمه بالطريقة هذه. ما لك تدخل طبعا. ما لك تدخل. اخلص يا عمي. ما تدخل يا خليك في حالك. ما تدخل طيب إذا مو عاجبك روح كاشير ثاني. مفروض عيالي يجون يساعدونا. يمكن ما عنده. يروح لدار العجزة. خلص يا عم خلص. ترم نفسك. نعم. ولم نفسك أحسن. نعم. فاهم ولا لا؟ معك بالسلامة. اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. مقتدي فيه ولا لك علاقة. يا أخي رجال زي والدك كيف ما تحترمه؟ أنا أتوقع بنوكم دي حجر ذا مو قلب اللي عندي، حجر ذا مو قلب اللي عندي. لكن بعد مرور بعض الوقت بدأ الوضع يتغير. كيف مالك؟ احتور الدنيا. ايوه. احتور الدنيا. ايوه. مالك علاقة. هذا مو اسلام ابدا عيب. رجال قد ابوك بدك تحترمه غصب عنك. جالس ساعة كاملة وراي دوام. ويظل مليون ساعة وراك لو اي شيء عيب عليك. تكلم بادب مع الاخرين ولا جيب لي ادبك. لا تتدخل يا نسمة. وانت ما تتدخل في خلق الله، فاهم ولا لا؟ ما تتدخل في خلق الله، فاهم ولا لا؟ تحترم نفسك تقول. شباب يا اخي هو جالس ساعه كامله ان شاء الله جالك 10. اتحداك اذا كنت انت بار بامك ما تبي تتحارب تاكل يد فاهم ولا لا؟ ايش اسوي؟ ما قلت لك ايش اسوي؟ انا مالك الا التربيه صدق. واخ وش دخلك يا اخي؟ مالك شغل يا حبيبي. وقف يا اخي. ايش تبغى؟ لا لا قليل ادب. مالك ايش فات؟ لا تدخل وخلي عمي روح. وقف انا. وهنا كان لازم ندخل. سامحني حبيبي. الله عليك حبيبي. هذا نقيس مشاعركم الطيبه. موقف جدا مستفز. لا تدفى يعني خلاص اصبر. في اشياء كثر لازم في تربيه. تكون تربي الواحد واحترم اكبر منه يعني. والله للاسف في نوعيات من هالنوع ولكن الحمد لله مو كثيره. الله يصلح ان شاء الله. واذا مو مصلح ينجح ان شاء الله. اي طبعا طبعا. نعم. هذا لازم ما يكون موجود بيناتنا. ده ناس على الناس كلها يعني. يعطيك العافيه. الراجل الكبير في السن ولا محترم حريم ولا محترم الراجل الكبير. سامحني انا خفت اول خفت يجي يطقني انا. لا والله محشوم يا اخي. بس واحد يرفع صوته على شايب اكبر من صادق. وهذا هو الموقف. يرفع صوته على حريم يعني قلة ادب. صحيح. ونحن كذا تربينا وتعلمنا من نحن صغار. اللي اكبر منك اليوم اعلم منك بصغير. دين اسلامي دين متسامح. مفروض الناس تكون طيبه مع بعضها حتى يعم الخير. صحيح. في الوطن العربي.